مساء الخير مشاهدينا مشاهدي قناة الحياة في كل مكان، أهلا بكم. حلقة جديدة مميزة من طبيب الحياة، وزي ما عودناكم بتقديم كل ما هو جديد في عالم الطب وأفضل الأطباء في جميع التخصصات وأيضا أفضل المراكز الطبية. يكون منورنا النهاردة من داخل حلقة أستاذ دكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس، وأيضا أستاذ دكتور عبد العزيز يحيى أستاذ جراحات الأطفال وإصلاح العيوب الخلقية وتشوهات بطب الأزهر. مستنيين كل أسئلتكم وتساؤلاتكم على الصفحة الخاصة بينا، صفحة طبيب الحياة على الفيسبوك. فاصل صغير نرجع مرة تانية. مساء الخير مشاهدينا مشاهدي قناة الحياة في كل مكان، أهلا بيكم. فقرة جديدة من طبيب الحياة. ناس كتير بنشوفها بتعاني من سمنة موضعية، الحقيقة بيلاقوا صعوبة في التخلص من الوزن الزايد أو من مكان السمنة الموضعية الموجودة في مكان معين في جسمهم. النهاردة هنتكلم عن شفط الدهون وشد الترهلات وكمان تكبير وتصغير منطقة الثدي. طبعا زي كل يوم سبت كالعادة بنورنا رائد من رواد هذا المجال في عالم جراحات السمنة والسكر أستاذ دكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس، وأيضا رئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر. أهلا بيك يا دكتور أحمد، وبجد نورنا. وموضوع مهم جدا هنتكلم في الفقرة دي عن حاجات كتيرة، أو بس في البداية دكتور عايزين نعرف يعني إيه شفط دهون، إمتى نشفط الدهون من منطقة معينة من جسم أو السمنة الموضعية، بنشفط الدهون إزاي، ومين اللي نقول عليه محتاج فعلا شفط دهون من منطقة معينة؟ هو طبعا لازم احنا بنقسم المرضى لنوعين، المريض اللي محتاج يخس من وزنه كله وبيبقى عنده زيادة في الوزن، لو خس من كم كيلو معينين هينزل من وزنه كله، وبالتالي بنقول ده مريض السمنة الكلية. وزنه مثلا 100 كيلو 110 120 كيلو بنقول له الأفضل ان انت تخس كلك، ولما تخس كل المناطق اللي فيها دهون زيادة هتروح، مش هنفضل نجري منطقة ورا منطقة واحنا ما قفلناش اصل المشكلة اللي هو المعدة والاكل. يعني في حاجة مهمة جدا عايزين نركز عليها دكتور، ان في ناس بيعانوا من سمنة كلية مش موضوعية، يعني لازم يخسوا او يعملوا رجيم او اي وسيلة ان هم ينزلوا من جسمهم كله، فبالتالي المناطق دي هتصغر. بالظبط، سواء لدرجة معينة من السمنة اللي هي الدرجة البسيطة اللي ينفع معاها الدايت والرياضة، او للي حاولوا مرة واثنين وثلاثة وما ينفعش انهم يعملوا جراحات السمنة، ونقفل زي ما نقول كده نقفل المحبس بتاع سبب السمنة كله اللي هي المعدة. أوكي. وده هنفكر فيه في جراحات السمنة اللي احنا اتكلمنا عليها كتير قبل كده، سواء التدبيس الحديث او البالون او التحويل او الحزام او التحويل المصغر او البالون، يبقى دي طريقة للتخسيس الكلي للوزن، وبالتالي هيحل تضخم في مناطق كتير. لكن النقطة اللي حضرتك بتتكلمي عليها هي ان في مريض عنده سمنة موضعية في مكان معين وبقيت وزنه سواء زايد شوية ومش مضايقه، هو مش مضايقه أو هو مقتنع بشكله العام، بس المنطقة دي هي اللي عاملة دي فوق في جسمه، بتبقى زيادة فيها وزن زايد قوي أو تراكم دهون في المنطقة بالزبط. دي بالظبط. دايما مثلا البطن احنا بنسميها ميزان الجسم. البطن لو باظت شكل الجسم كله بيبوظ، والبطن لما بتتعمل وتبقى شكلها كويس ويبقى فيها الرسمة الجميلة بترسم بقية الجسم، تلاقي الجسم من فوق اترسم كويس حتى لو مليان زيادة شوية. اصل العين بتروح على المنطقة دي على طول يا دكتور، عند السيدات والرجال. بقول لك هي ميزان الجسم، صح. لو اتظبط حتى اللي فوق لو مليان شوية هيبقى شكله كويس، وحتى اللي تحت لو مليان شوية هيبقى كويس. اوكي، ونقدر نشفط كل الجسم، بس المنطقة دي بتبقى بارزة جدا، ودي اكتر المناطق اللي بنحتاج فيها فعلا شفط دهون سواء عند السيدات او الرجال. ومعانا فيديو ممكن يوضح لنا عملية شفط الدهون ازاي يا دكتور، تشرح عليه. زي ما حضرتك شايفه دي طبقه دهون احنا بنحقن فيها حاجات، ده اللي احنا بنسميه التفتيت. تفتيت الدهون لازم خطوه تسبق الشفط، والا يبقى احنا الشفط عرضه انه يرجع تاني. فاحنا من الفتحه دي ملي او 2 ملي يا دوبك بندخل منها ابره صغيره او كانيولا زي ما حضرتك شايفه، بنحقن حاجات في طبقه الدهون. احنا وصلنا طبقه الدهون حقنا وسبناها شويه، وبعدين دلوقتي بنشفط. الدهون اللي بتطلع بتخلي تحت السمك بتاع الجلد يكش تماما. كل الارتفاعات طبعا دي بتبقى رسمه، احنا مش بندخل نشفط وخلاص، احنا بنوري المريض في مقاسات معينه طبعا. دي رسمه المريض لازم يبقى موافق عليها وينقل لنا الصوره كويس عشان النتيجه النهائيه تحقق اماله، لان احنا دلوقتي بنتكلم في صوره تجميليه. الصوره التجميليه اهم حاجه فيها
رضاء المريض طبعا. فبنشوف هو الديفول اللي مضايقه في منطقه معينه عالي عايز ممكن نحقن ناخد من 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 حته ونحقن في حته عشان برضه هو يبقى مبسوط. الطبقه لما احنا بنعمل تفتيت الطبقه الدهون اللي احنا بنفتتها ونشفطها دي ان شاء الله ما بترجعش تاني غير قابله للعوده لان الخلايا الدهنيه نفسها اللي تم شفطها انتهت تماما. اوكي احنا طول عمرنا بنستخدم الليزر والطريقه الطرق الحديثه في الشفط. في حاجات احدث برضو ان شاء الله نتكلم عنها. طيب دكتور معانا مجموعه من الصور طريقه شفط الدهون من الفخذين والبطن. تمام. ده قبل وبعد طبعا عايزين نشرح. بص حضرتك شكل البطن بيبقى شكل يعني لما يبقى عالي ومش عالي كتير وده شخص رياضي لكن شكل البطن مبوظ شكله كله. بص حضرتك اول ما شفطنا له البطن شكل البطن بقى عامل ازاي؟ ظهر جسمه كله الجمال اللي هو عامله وده راجل بيلعب رياضه. ظهر الجمال اللي هو كان عامله في الرياضه وعملنا الويست اللي هو شكل الوسط نفسه. لما بنعمل البطن والفلانكس اللي هي الجناب وبنشدها بطريقه معينه بتطلع الشكل زي ما حضرتك شايفه كده. شكل بيكمل المجهود اللي هو بيبذله. ده شخص كان بيلعب مثلا بقاله 10 سنين بيلعب رياضه بس الشكل مش حلو. لما عملنا له الشفط بالظبط شايفه الفرق الصغير ده. بطن مش كبير قوي وده شخص يعتبر في الوزن القريب من الطبيعي او الطبيعي او المثالي او المثالي بس شكل البطن مبوظ الجسم خالص. لما شفطنا البطن بان شياكه الجسم والتنسيق اللي موجود. عشان كده احنا جايبين البطن. صور يا دكتور البطن فيها مش كتيره احنا في بطن بتبقى بطن احنا بنعرض يعني. الحاجه المثاليه وهنعرض برضو الحاجات التانية. أوكي. لان هو الحقيقه خلينا برضو نبقى منطقيين ودي النقطة اللي قلناها في الأول. إحنا لازم نفرق بين المريض اللي وزنه كله زايد وعنده مشكلة في الأكل الزيادة وعدم التحكم وبيتخن في جسمه كله ومش نافع معاه دايت ورجيم وبين المريض أو المريضة اللي منطقة معينة أو منطقتين أو لو حليناها يبقى حلينا مشاكلها. صح. فهي النقطة دي ان احنا نفرق بين دي عندها سمنة موضوعية او سمنة كلية. بالظبط. اوكي دكتور شفنا مجموعة من الصور وانا قصدي ان احنا جايبين صور كمان الى حد ما لطيفة شوية يعني البطن مش كبيرة قوي وفرقت يعني لما شلنا شوية صغيرين دول بتفرق جدا في الشكل. طب احنا شدينا البطن او الذراعين او اي منطقة فيها سمنة موضوعية او زيادة في الوزن بيبقى فيه شوية ترهلات. تمام. ان احنا نشد بقى الترهلات دي او نمنع الترهلات دي وما ترجعلناش تاني ازاي يا دكتور؟ حضرتك دايما معودنا ان حضرتك بتضيف على كل عمليه حتى لو حاجه بسيطه حاجات جديده من حضرتك فايه الجديد بقى يا دكتور؟ بصي حضرتك زي ما انت لاحظتي دلوقتي الصور اللي احنا عرضناها لتراكم دهون من غير ترهل جلد. فتعمل الشفط التفتيت والشفط الطبيعي خالص ما احتاجناش شد خالص لان الجلد كويس وده شخص بيلعب رياضه او الجلد عنده فيه تون كويس وده دايما في الرجال دايما التون الجلد في الرجاله كويس. ليه الكولاجين بقى اعلى ولا لا عشان هم ما تعرضوش للحمل والولاده وتمدد الجلد ورجوعه ويخسوا ويتخنوا ما تعرضوش للكلام ده. فالجلد عندهم في نسبه كبيره من الرجاله ينفع يتشفط من غير شد جراحي ولا شد بالفيزا. اوكي النقطه اللي حضرتك بتقوليها بقى لا الناس اللي هو الجلد عندهم ترهل واللي العضله عندهم باظت بالذات الستات نتيجه الحمل المتكرر والولاده في البيت والقعده والعادات الغذائيه الخطا ومفيش رياضه وكلام من ده. هنا بيجي دور الشد مع الشفط. لازم هنعمل الخطوه الاولى طبعا لازم الاول هنعمل التفتيت وشفط الدهون وبنكمل بقى بنفتح لو هنعمل الشد الجراحي بنعمل الجرح اللي هو زي القيصريه واكبر شويه وبنشد العضله من تحت نرسم الوسط نشد الجلد على الاخر. طب احنا ممكن نشرح دكتور على الفيديو يبقى اوضح للمشاهد. معانا فيديو بيوضح بقى عمليه دي شفط وشد ولا شفط بس زي ما حضرتك في تراكم وفي جلد متني شويه للمريض. طبعا ده برضو مش الوزن اللي بيحتاج شد خدي بالك. احنا بنعمل شد الاوزان اكتر من كده بقى اللي هي خلاص وصلت ل 100 كيلو 90 كيلو الجلد طلع لبره البطن تترهلت خالص زي ما حضرتك شايفه ده زي جرح القيصريه بس بنمده شويه شمال ويمين اكتر عشان الجناب. جرح تجميلي وجميل وفي منطقه المفروض ما بتبانش خالص. بنرفع الجلد بيبقى عندنا العضله ضعيفه بنشد العضله جوه كان المريض او المريضه بيلعب رياضه بقاله 20 سنه. ياخد نتيجه ان البطن مشدوده تماما مسحوبه خالص بالظبط.
وبنشد الجلد، نقص الجلد الزيادة، وبعدين نقفل العضلة. بعد يبقى عملنا تفتيت وشفط، وعملنا شد العضلة، وعملنا استئصال الجلد الزائد، وعملنا الوسط، عملنا رسمة جديدة للبطن. طيب مهما ياكل الشخص ده او المريض اللي عمل كل الحاجات دي، ممكن يرجع تاني في الوزن في المنطقه دي ولا لا؟ ممكن لا ترجع له في حته تانيه؟ لا على الاطلاق. ليه بقى؟ اول حاجه احنا عملنا تفتيت للخلايا الدهنيه واصبح المكان ده غير قابل لتراكم الدهون فيه. فمفيش دهون. العضله الشد اللي احنا بنعمله زي ما بقول لحضرتك كان المريض او المريضه بيلعب رياضه بقاله 20 سنه واكتر. عضلة مشدودة على الآخر، لأن إحنا بإيدينا نشد زي ما إحنا عايزين. عضلة مشدودة على الآخر، بطن بتبقى بدل ما هي حتى كونفكس البرة، لا ده بتبقى كونكيف لجوه، تبقى مسطحة خالص. آه وممكن تبقى كونكيف لجوه اللي إحنا عايزين، تبقى البطن داخلة لجوه زي ما بيقولوا كده، بطنها في ظهرها. لو إحنا عايزين نعمل كده بنقدر نعمله. إحنا برضو الكلام ده بنناقش فيه المريض، بس الدهون ما ترجعش في المنطقة دي. لا الدهون ولا العضلة ولا الجلد اللي اتشد للدرجة دي ممكن يرجع تاني. بس في احتياطات يا دكتور بعد العمليه بقى؟ اكيد يمارسوا رياضه عشان تثبيت حتى الشكل اللي احنا شفناه ده. بص يا حضرتك، احنا بنقول للمريض العكس، اول 3 شهور ما يلعبش اي نوع من الرياضه على الاطلاق. المريض او المريضه بعد 3 شهور ممكن يعمل رياضه مشي لو هو عايز يخس. هو الحقيقه اللي احنا بنعمله في البطن مش محتاجين اي مساعده من المريض بعد كده. بنريح المريض خالص لان الشد بيدي النتيجه المثاليه. جايز لو عملنا شفط بس والعضله كانت ضعيفه شويه، بقول للمريض بعد الشفط بعد فتره شهر ابتدي اعمل رياضه عشان العضله اللي احنا ما شدناهاش، لو احنا ما شدناش تعمل شكل كويس. أوكي. يبقى عملنا لك الشفط والتفتيت ونعمل لك الشد. لكن المريض اللي عملنا له شفط وشد احنا مش محتاجين على الاطلاق ان هو يعمل رياضه. بنقول له ريح 3 شهور، وبعد الثلاث شهور لو انت بتحب تلعب رياضه، لو انت بتحب تمشي، لو انت عايز تخس بقى من وزنك كله وعايز تعمل نظام غذائي وتعمل معاه رياضه عشان تحرق كالوريز وتحرق بقى دهون من بقيه جسمك، اعمل رياضه براحتك. طيب اوكي دكتور، هنتكلم عن نقطه مهمه جدا وانتشرت قوي وتاني ما بقتش جديده، وحضرتك من الاوائل الناس اللي اتكلموا عنها، وهو جهاز الفيزر. بقى بديل يا دكتور في اي مكان ان احنا بنسمع جهاز الفيزر، شفط وشد الاثنين مع بعض. في ناس كتير قوي ناسبها جهاز الفيزر، في ناس كتير قوي لا ممنوع جهاز الفيزر. عايزين نعرف، وطبعا ده شكل الجهاز طبعا، ونعرف مين يناسبهم يا دكتور ومين ما يناسبهم. هو الفيزر طبعا صيحه جديده وتقدم هائل في جراحات السمنه الموضعيه. لان احنا طول عمرنا كنا بنقول الجلد المترهل والعضله الضعيفه ملهاش حل على الاطلاق غير الشد الجراحي. بعض المرضى كان بيشوف ان جرح وهيقعد يومين في المستشفى، وهيقعد مثلا اجازه 5 ايام في البيت ولا حاجه، متعب شويه بالنسبه له. فكان بعض ناس بتكسل عن اجراء العمليه بسبب ان في جرح في العمليه. الفيزر حللنا المشكله دي في حوالي 80% من الناس. الفيزر بيقدر بعد ما بنعمل التفتيت والشفط بيعمل شد للجلد بدون جراحه، وده في 80% من الناس اللي هم ما سابوش نفسهم لدرجه ان الجلد بقى عامل زي الترهل العنيف قوي الزايد قوي ده. برضه ما زال حله هو الشد الجراحي. يعني في درجه من الناس بنقول لهم لا، برضه ما زال الشد الجراحي هو اللي لازم الجراحه ما ينفعش مش قوي الفيزر. لكن الفيزر حل مشكله 80%. وخدي بال حضرتك، الناس اللي كانوا بيكسلوا عن اجراء الجراحه بقى بيستسهلوا قوي دلوقتي. كانوا هم الناس اللي عندهم درجه معقوله من ترهل الجلد، فبيقولوا خلاص بقى مش مشكله، احنا مش زياده، مش فكان بيقول لا خلاص مش هعمل حاجه. الفيزر حللهم النقطه دي. لان ويلحقهم كمان قبل ما يوصلوا للدرجه العنيفه اللي ساعتها لازم هنعمل الجراحه، لازم تدخل جراحي فيها. فاصبح الفيزر في تدخل في الوقت المناسب بيدينا النتيجة المثالية. بنعمل تفتيت للدهون وشفط، خلاص البطن بقت مفيش تراكم دهون خالص. بنعمل شد للجلد، ودي الحاجة اللي كانت دايما بتنقصنا، مع الشفط بس من غير ما نعمل شد. يعني هو 3 في 1 يا دكتور. بالظبط، تفتيت وشفط وشد ترهلات. ومعانا فيديو دكتور ممكن يشرح بالزبط كمان الفيزر، جهاز الفيزر. بص يا حضرتك، اللي بيضيفه الفيزر بقى ان عمل تفتيت للخلايا، تفتيت للدهون وتكسير للخلايا الدهنية، والخلايا نفسها بتطلع معانا واحنا بنشفط. يعني مش بس بنسيح الدهون نفسها اللي جوه الخلايا، احنا الخلايا الدهنية نفسها بتطلع معانا. ده إضافة للفيزر. اللي بيضيفه الفيزر انه كمان بيشد الجلد زي ما هتشوفي حضرتك، بيشفط
زي ما مكتوب كده emulsified fatty tissue، وده اللي بنقول عليه liposuction. شايفة البريشر اللي بيحصل ده بينزل الجلد على العضلة فما يحصلش الترهل. السمك نفسه ده الخلايا الدهنية طالعة، وهنا دايما بيحاول يبين ما يميز الشفط في الفيزر انه بيشفط خلايا دهنية فقط من غير ما يشفط اللون الاحمر اللي حضرتك شايفاه في الناحية التانية اللي هو الشفط العادي. اللون الاحمر في الشفط العادي ده بيبقى كرات دم حمراء بتطلع مع خلايا دهنية. فدي غلطة، هي حاجة لازم بتحصل بس في الفيزر بتحصل بنسبة قليلة جدا، فيبقى احسن. في الشفط العادي بتحصل بنسبة كبيرة، فدايما نشترط على المريض اللي هو بيعمل شفط طول عمرنا بنقول له هيموجلوبين بتاعك لازم يبقى عالي جدا، عشان لما اشفط انا ببقى عارف ان الهيموجلوبين ده هينزل أفعوض. فينزل بدرجه معقوله ما ياثرش عليك سلبي، ما نوصلش لدرجه انيميا حتى. فكنا دايما نقول للمريض ناكد على ان الهيموجلوبين بتاعه يبقى عالي. ممكن نديله حديد قبلها بفتره حتى لو هو هيموجلوبينه قليل، عشان يوصل لدرجه كويسه اللي بيها لما نشفط الهيموجلوبين ما ينزلش. في الفيزر الموضوع ده اتحل، لان الفيزر سيليكشن بيسميه لايبو سيليكشن، اختيار الخلايا الدهنيه يعني فقط. هو عارف، هو داخل عارف هيعمل ايه بالظبط، ملوش دعوه بالكرات الحمراء. هو تاثيره بالموجات الصوتيه بس بطريقه حديثه اللي فيها بيقدر ياخد الخلايا الدهنيه من غير ما ياخد كرات دم حمراء، او بياخد بنسبه بسيطه خالص. فيبقى الدهون صافيه. ده بينفعنا كمان في ايه؟ في الحقن. لو انا هحقن كان زمان برضو لازم اخد من منطقة ما يبقاش فيها كرات دم حمراء كتير، عشان ما يبقاش بحقن دهون ومعاها دم ومعاها كرات دم حمراء. الفيزر مناسب قوي للموضوع. الفيزر لا، بيطلع لي الدهون بطريقة سيليكشن، لما ركزها يبقى فعلا لما بحقن دهون صافي. اوكي دكتور، معنا كمان مجموعة من الصور قبل وبعد ونشوفها. ده طبعا في ده الفيزر من غير جراحة. زمان كنت لازم اقول ان ده لازم اعمل جرح. لكن قدرنا نعمل نتيجة تقريبا 80-90%. طبعا ده برضو اقل سنة من الشد الجراحي. لو انا عايز اشد جراحة انا هخلي الدراع احسن من كده كمان. بس احنا بنقول الناس اللي بتخيف، اللي خايف من الجراحة اصبح عنده نتيجة تقرب ل 80% بالفيزر من غير جراحة. دكتور بس الصورة اللي هي قبل دي ده بيعاني من سمنة موضوعية. عنده زراعة سيئة جدا. فيها وزن زي بعدها. ما هو خدي بال حضرتك، كتير من الناس بيبقى قدر منهم مثلا عملنا له عمليات تخسيس كلي. فحصل ترهل في الدراع. نقدر نشفط ونشد الجلد من غير ما نعمل جراحة في درجة معينة زي ما بقول لحضرتك، زي ما انت شايف. ده شايفة سمك قد ايه قدرنا نعمل له شد بالفيزر من غير جرح. المريض بيبقى ساتسفايد جدا ومقتنع، بيقول لا انا طالما هاخد النتيجه دي ومن غير جراحه، لان جرح الشد في الدراع والفخذين الى حد ما اوقات ناس لما بيبقى الجرح الطولي ما بيحبهوش، عشان بيبقى باين قوي. حتى واحنا عاملينه بطريقه تجميليه بس لازم بيسيب اثر ولو بسيط. طبعا شايفه حضرتك السمك اللي فات. هنا برضو فرق كبير جدا. السمك بيقل، الجلد مشدود، ودي النتيجه دي ما كناش بناخدها في الشفط العادي، كان الجلد لازم يريح بطريقه معينه. ونقول للمريض البس كرسي فتره طويله عشان خاطر نقلل من درجه الترهل اللي ممكن تحصل. ما كانش بيلغيها لكن كان بيقلل درجه منها. الفيزر بيلغيها خالص. الفيزر بيشد. فبيدينا النتيجه اللي حضرتك شايفاها. اوكي، في صور تانية ولا ايه؟ شوف كده. طيب دكتور، طبعا شفنا شد الترهلات وشفت الدهون وتفتيت الدهون عن طريق جهاز الفيزر، شفنا صور قبل وبعد وكمان شفنا الفيديو. طب لو في سيدة عندنا حامل وعايزين مش نشفط بقى الدهون، عايزين نشد الترهلات، جهاز الفيزر يناسبها ولا نقول لا بعد فترة مثلا معينة الجرح يلم لو والدة قيصري يعني، ولا عايز يا دكتور هو آمن برضو على السيدة الحامل؟ لا، هو انت تقصدي بعد الولاده. بعد الولاده. بعد الولاده احنا دايما بنقول للمريضه شهرين على الاقل عشان يرجع التون بتاع العضله. طبعا العضله بتبقى ضعفت قوي. الجلد بيبقى مترهل زياده وفي الاستريتش ماركس والعلامات البني اللي بتضايق الناس. شهرين بيرجع تقريبا معظم هذه التغيرات للوضع الطبيعي في المريضه. بعد شهرين نقدر احنا نعمل عادي خالص الفيزر، ملوش اي تاثير على فكره. حتى لو المريضه حملت بعدها ملوش اي تاثير. لان هو مستو انه ما فيهوش جرح
وما فيهوش اي نوع من الخياطه الداخليه اللي ممكن. دي موجات صوتيه تأثير. دكتور يعني فرق عن الليزر موجات ضوئيه بين موجات صوتيه وبين موجات كهرومغناطيسيه بطريقه حديثه غير الجهاز القديم اللي احنا بنسمع عنه اللي كان اسمه جهاز موجات صوتيه. ده ملوش اي تاثير الحقيقه مقارنه بالتاثير القوي للفيزر الحديث. فلا الست بعد الولاده بشهرين تقدر تعمل فيزر بدون اي تاثير وما يرجعش ولو حملت بعدها برضو عادي مفيش مشكله خالص. وممكن تكررها اكتر من مره يا دكتور؟ يعني لو حملت 4-5 مرات وعايزه بعد كل حمل مثلا بعدها بشهرين ولا حاجه تروح تعمل فيزر عادي؟ احنا ما عندناش مشكله يعني هو الفيزر يقدر، بس احنا دايما بنقول للمريضه لو هي عندها ثقافه انها بعد كل حمل هتعمل تخس الوزن الزائد اللي نزلته وتعمل الرياضه اللي تشد بيها العضله الى حد كبير والجلد أكثر. هتوفر على نفسها انها تعمل جلسات متكرره او لو عندها النيه انها تخلف كتير تستنى بقى لغايه ما تخلف خلاص وبعدين تعمل جلسه واحده بس. طيب دكتور هنسيب شويه شفط الدهون وشد الترهلات وهنتكلم عن مشكله برضو بتواجه كتير من الرجال وهي التضخم في حجم الثدي او التثدي عند الرجال. عايزين نعرف اسبابه اللي بيوصلهم للمرحله اللي احنا هنشوفها دلوقتي وطرق علاجه، دي مهمه جدا وازاي نطمنهم لان في ناس كتير بتعلن عن منتجات تصغير حجم الثدي عند الرجال، ازاي تقدر توصل للشكل المثالي للثدي؟ وطبعا اعتقد ده كله دي تجاره مربحه. ازاي يا دكتور بس بالاول نعرف المشاهد ايه اسبابها؟ واسباب التثدي عند الرجال كتير، جزء كبير منها متعلق بالسمنه الطبيعيه اللي في بقيه الجسم، لان الثدي جزء من الجسم اللي بيكون دهون زيه زي البطن زي الرجل زي كل الجسم. تثدي دايما الراجل لما بيتخن في منطقتين اساسيتين، البطن والثدي او الكرش، نخليها الكرش عشان يتضايقوا منها نقول الكرش، بيبقى عندهم كرش يا دكتور، كرش كرش يعني. بس في رجاله يا دكتور كتير قوي بنشوفهم بياكلوا واوكي الكرش بيبقى باين او البطن باين قوي بس ما عندهمش منطقه التثدي عند هي بتبقى زي ما بقول لحضرتك جزء منها له علاقه في الجينات الوراثيه، جزء منها له علاقه بالعادات الغذائيه والاكل، وجزء منها ملوش سبب خالص يعني ملوش اي سبب، وجزء منها له علاقه ببعض الادويه. يعني عندنا ادويه كتير ادويه كتير بتتاخد زي الحاجات بتاعت المعده زي حاجات بتاعت الكبد زي الهرمونات اللي بتتاخد بياخدها بعض الرياضيين عشان خاطر تعمل بادي بيلت وتعمل ماسل بيبقى لها تاثير سلبي على الثديين. حتى الموضوع ده مشهور جدا في الرياضيين، تلاقي جسمه متناسق جدا بس عنده الثدي نتيجه الانابوليكس والبروتينات اللي بياخدها والليبيدز والحاجات دي متضخم، الثدي متضخم، والثدي لما يتضخم في الناس الرياضيين بيمنع عضله البنش انها تبان، فتبص تلاقيه مضايقاه جدا فكتير منهم بنعملها له عشان يكمل الفورمه اللي هو عاملها. اوكي معانا فيديو يا دكتور بيوضح تضخم الثدي. طبعا هو بيبقى فيه نوعين من النسيج اللي بيتضخم الثدي، في نسبه كبيره بيبقى دهون وفي نسبه كبيره بيبقى غدد لبنيه. لو هو دهون ممكن الشفط من غير جراحه خالص. اوكي يبقى الشفط بايه؟ بفيزر برضه؟ شفط ممكن بالشفط التقليدي بتاعنا او شفط بالفيزر ويشد الجلد. اوكي طالما هي دهون بس بيعامل زيه زي اي تراكم دهون في الجسم. لكن لو غده لو غده لبنيه لازم بعد الشفط اعمل بنسميها استئصال للغدد اللبنيه من تحت الجلد في الثدي بالمنظار بالمنظار. دي تبقى فتحه كبيره دكتور لا ولا خالص. بتبقى صغيره؟ لا بتبقى فتحه صغيره خالص زي ما حضرتك شفتيها حوالي سنتي من تحت الجلد. بنقدر ندخل بالمنظار من تحت الجلد مباشره، بنشيل الغدد اللبنيه كلها. وعاده الغدد زي ما حضرتك شايفه دي غدد لبنيه ظاهره من ده العضله وبعدين في طبقه دهون وفي طبقه غدد لبنيه هي اللي بينهم. دي بنعمل فتحه صغيره وبالمنظار بنشيل كل الطبقه من تحت ما بين الجلد وما بين العضله والجلد يبقى لازق على العضله مباشره. طيب تمام دكتور هنسيب شويه تثدي عند الرجال او تضخم منطقه الثدي وعايزين نتكلم بقى عن تكبير وتصغير منطقه الثدي عند السيدات، دي برضو مشكله بتقرق للناس، كل واحد مش عاجبه حاله دكتور. طبعا عايزين نتكلم. هو الست تخس تقول لك الثدي صغر طب عايز اكبره، والهانش صغر عايز اكبره. بصي حضرتك العلم ما سابش حاجه ما لهاش حل. زمان كنا بنحقن السيليكون جوه الثدي كان بيختلط بنسيج الثدي، الناس ما حبيتوش طلعت عليه شويه اشاعات راحوا عملوا الامبلانت. الامبلانتس دي حاجات صناعيه
بتبقى محوطه ما بتختلطش اللي خالص، هي كبسوله دكتور. بس هي كبسوله، كبسولة. أوكي. يعني اصبحت حاجه مقفوله على نفسها. طب دكتور نشوف احسن الفيديو بيوضح لنا اكتر. الفيديو اللي احنا بنعمله جرح تحت الثدي في المنطقه، ايوه، اللي هو الانسناقه الانحناء اللي بيبقى تحت الثدي. كبسوله بنحطها تحت الثدي، ما بتختلطش بنسيج الثدي زي ما حضرتك شايف، ما بتفعلش معاه خالص بين العضله وبين الثدي في الفراغ. هي داخله في فراغ اللي هو كان بيخلي فيه ترهل. يبقى الثدي هيتزق لبره، هيبقى برومننت، الجلد هيتفرد عليها، هيبقى مشدود، هياخد الشكل الطبيعي والملمس والاحساس الطبيعي. يعني الست مش هتحس ان في حاجه صناعيه، لان اللي تحت ايديها ده الثدي الطبيعي بتاعها. وفي حاجه هي اللي نفخاه، وده طريقه تانية ان انا بدخله من النقطه اللي هي الدائره البني اللي حوالين الحلمه، بندخله وزي ما حضرتك شايفه كده، ندخله نزقه برضه ورا الثدي بحيث يبقى عامل بوشنج للثدي لقدام. يبقى الثدي بارز مشدود، شكله لطيف. والرسمه اللي احنا بنحبها برضه هي اللي احنا بنعملها. دكتور يعني احمد، للاسف في اسئله كتيره وفي يعني مشاكل كتيره قوي كنا عايزين نتكلم فيها النهارده في فقره، بس للاسف وقت فقرتنا انتهى. بشكرك جدا دكتور احمد سبكي، كان منورنا. استنونا طبعا في فقرات دكتور احمد سبكي. الكل بيسالونا، انا مشيره عندي على الصفحه الخاصه بيا، صفحتي انا الخاصه، فيديو لكل الناس اللي بتسالني عن الفيجر والليزر وازاي نشفط الدهون. كان منورني النهارده فقره يوم السبت استاذ دكتور احمد السبكي، استاذ جراحات السمنه والسكر بكليه الطب جامعه عين شمس، وايضا رئيس الرابطه العربيه لجراحات السمنه والسكر. استنونا ان شاء الله احنا يوميا معاكم من السبت الاربع من الواحده حتى الثانيه ظهرا، ما تنسوش الاعاده من الواحده صباحا، وايضا من السابعه صباحا. كنت معكم انجي علاء، الى اللقاء. مساء الخير مشاهدينا، مشاهدي تلفزيون الحياة في كل مكان، أهلا بيكم وفقرة جديدة من طبيب الحياة. النهاردة موضوعنا يكون مهم جدا لكل أم وكل أب ربنا رزقهم بمولود، ولكن للأسف بيعاني من بعض التشوهات الخلقية، وفي بعض الحالات بيتم اكتشاف المرض متأخر، وده بيأثر على الطفل بقية حياته. النهاردة هنتكلم عن التشوهات الخلقية وأيضا عيوب الأعضاء التناسلية، وهنتكلم كمان عن أهم الأسباب وأفضل الطرق للعلاج، وهنتكلم إزاي بيتم الاكتشاف المبكر للمرض، لأن ده بيساعد كتير جدا في العلاج. النهاردة هنتكلم في كل الكلام ده مع ضيفنا اللي منورنا، الأستاذ الدكتور عبد العزيز يحيى، أستاذ جراحات الأطفال وأيضا إصلاح العيوب الخلقية والتشوهات بطب الأزهر، وزميل كلية الجراحين الملكية بلندن، وعضو جمعية جراحي المناظير الأوروبية، وعضو الجمعية المصرية الأفريقية لجراحة الأطفال. أهلا بيك يا دكتور، منورنا. في البداية دكتور، ده موضوع مهم جدا. في البداية عايزين نعرف يعني إيه العيوب الخلقية للأعضاء التناسلية، عايزين نتكلم عنها بنبذة كده. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضرتك وبرنامج طبيب الحياة. الحقيقة الأعضاء التناسلية طبعا من أهم الأعضاء اللي موجودة في الجسم، لأن هي المسؤولة في الولاد والبنات عن بقاء النوع أو تكوين الأجيال المستمرة حتى تقوم الساعة. ربنا سبحانه وتعالى ما الجسم الجنين بيبدأ يكون في الفترة الأولانية بعد 3 أسابيع لست أسابيع الأولانيين في فترة الحمل، بيبدأ الأعضاء التناسلية تتكون من نتوءات معينة جوه جزء الزيجوت أو الجزء اللي تكون منه الجنين، وتبدأ النتوءات دي تتصنف حسب ما ربنا سبحانه وتعالى قسم لها، يبقى ذكر ولا أنثى. لو ذكر يبدأ الخصية تتكون، والناقل المنوي الحبل المنوي بتاعها بالأوعية الدموية بتاعته تتصنف وياخد سكة الذكورة. تمام. لو أنثى تبدأ الجسم يكون الجنين يكون مبيض بالأوعية الدموية بتاعته، بعد كده يلتصق بالأنابيب ويكون الرحم. سواء كان خصية أو مبيض، الاثنين بيكونهم ومكانهم الطبيعي بيكونوا جوه البطن. هنشوف فيديو حضرتك تعلق لنا عليه يا دكتور، اتفضل. ده صورة لتكوين الجنين. تمام. اللي بقى داخل الجسم أول ما الجنين بيتكون ويبقى له منظر، بيكون الشكل اللي حضرتك شايفاه ده، يبدأ الشكل ده يتحور، وتبدأ الأماكن اللي ملونة اللي بتبقى بالأضواء دي تتحرر. يعني ده التكوين الجنين من البداية يا دكتور. بدأ بعد من 6 أسابيع تقريبا يبدأ يتكون، والمناظر دي تبدأ الخلايا الأصلية. تمام. لتكوين الأعضاء التناسلية. تمام. سواء في الأنثى والذكر الاثنين بيخرجوا من منشأ واحد الزمروة، وبعد كده سبحانه وتعالى ربنا يصنف ده ذكر أو دي أنثى.
تبدا الخصيه لما تتكون تاخد مكانها الطبيعي وتنزل جوه الحوض طول الفتره الجنينيه، وبعد كده تبدا تنزل في مكانها الطبيعي الخارجي. تمام. لو مبيض نفس الحكايه، ده منظر الخصيه اللي هو اللون البينك ده واللي البربخ اللي حواليه والازرق ده الناقل المنوي، الاثنين دول كلهم يتكونوا يبدا ياخدوا مكانهم الطبيعي. تمام. في جزء من يدخل الحوض وبعد كده عند وقت معين يبدا كل واحده تقف في مكانها اللي هو ربنا سبحانه وتعالى قسمه لها. ايه العيوب بقى اللي بتحصل؟ لو حاجه في التكوين في المرحله اللي احنا بنتكلم عليها دي حصل فيها خلل في الدوره الطبيعيه للتكوين، ده بتبقى فيه عيوب في الاعضاء التناسليه مستقبلا اول ما الطفل يتولد او قبل ما يتولد حتى كمان. لو هي الاعضاء دي اتكونت وما نزلتش مكانها الطبيعي وخدت الوضع الطبيعي الرباني ربنا خلق عليه، يبقى برضو دي مشكله في الاعضاء التناسليه اللي موجوده سواء داخليه او خارجيه. الاعضاء التناسليه بتقسم لجزئين يا استاذ مر، جزء داخلي اللي بنتكلم عليه وبعدين جزء منه الداخلي يبقى خارجي زي الخصيه تتكون جوه البطن وبعد كده تخرج بره البطن. انما المبيض في الستات او البنات والرحم والانابيب بتفضل في مكانها بتاخد الوضع الطبيعي يبقوا على الجنبين مبيضين وفي وصل انبوبه بينهم وبعد كده الرحم منظر الطبيعي. الجزء اللي بيكمل بره هو الايه المهبل وعنق الرحم، ده في الايه في البنات. في الولاد يكمل الخصيه تنزل في الكيس ويبدا المثانه تكمل بالمجرى البول الخارجي اللي احنا بنشوفه عند الولاد. تمام. حابب اعرف يا دكتور ايه هي مشاكل الخصيه المعلقه؟ طيب زي ما احنا قلنا دلوقتي لسه احنا بنتكلم الخصيه دي من الاعضاء الاساسيه في الجسم عند الذكور. اولا بتتكون داخل البطن وبعدين تاخد طريقها لخارج البطن اللي هو المكان الطبيعي اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها فيه اللي هو الكيس الخارجي. ليه هي بتخرج بره؟ لان الكيس الخارجي اقل في درجه الحراره درجتين من الجسم داخل من درجه الحراره داخل الجسم. الدرجتين دول كفيلين ان هي تشتغل في امان بطريقه طبيعيه. لو درجه حرارتها زي درجه حراره الجسم تتلف الخصيه، يعني الحراره بتاثر على وظيفتها. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلقها خارج الجسم وعمل لها كيسين للحمايه خارجيا بره. قسم بتكون جوه البطن تبدا تاخد دوره حياه او سكه عشان توصل لمكانها الطبيعي. تمام. طيب عندنا سؤالين يا استاذ مروه هنا، الخصيه اتكونت ولا ما اتكونتش؟ ده من البدايه بقى خالص. من البدايه خالص. تمام. لو حصل عيب خلق والخصيه نفسها ما اتكونتش دي مشكله كبيره طبعا وخلاص ايه الموضوع قفل. لو الخصيه اتكونت طيب هي في مكانها الطبيعي ولا مش في مكانها الطبيعي؟ حجمها طبيعي ولا حجمها اقل من الطبيعي؟ دي اللي احنا بنشوفه بعد يعني كده. العائق لسببين دلوقتي. اه تمام. طيب هي الوقت اتكونت جوه البطن نزلت في مكانها الطبيعي اللي هو في الكيس بره ولا لا؟ تمام. دوره الحياه بتاعتها في فيديو حضرتك يجهز دلوقتي نعلق عليه. دوره الحياه بتاعتها تاخد المجرى الطبيعي في قناه ارابيه تاخد من جوه البطن وتاخد معاها الناقل المنوي. الفيديو جاهز يا دكتور. وتبدا تنزل زي الكره الزرقاء اللي حضرتك شايفاها دي. تمام. هي بتتكون جوه البطن فوق خالص والمجرى اللي هو منقط على اليمين ده المجرى الرباني بتاعها. تمام. تفضل تنزل واحده واحده لغايه ما تبقى في الكيس زي الخصيه اللي على الناحيه اليمين. ده مكانها الطبيعي. اي مكان بتتوقف فيه من المكان اللي بتتكون فيه لغايه كيس الخصيه بيسمى خصيه معلقه. من اول البطن لغايه عنق كيس الخصيه كل دي اسمها خصيه معلقه. تمام. ده نوع او مشكله من مشكلات الخصيه اللي هي الخصيه المعلقه. في مشكله تانية اسمها الخصيه المهاجره اللي هي ما مشيتش في المجرى ده اصلا خالص. هي اتكونت فعلا لكن خدت اتجاه بعيد خالص. يا اما اعلى الفخذ يا اما عند العنق بتاع او الجذور بتاعه العضو الذكري اماكن مختلفه تماما مش في العزبان. عشان كده بيسموها المهاجره. مهاجره ليه؟ لان خدت مكان غير المكان الطبيعي المالوف اللي احنا عارفينه. تمام. في خصية اخف حده شويه اخف درجه اسمها الخصيه المطاطيه. كونت ونزلت في المجرى الطبيعي لكن تمام. بترتفع تاني من مكانها. الام تقول لك انا بشوفها في الكيس واحيانا ما اشوفهاش والطفل نايم او في الحاره ساعات اشوفها وساعات ما اشوفهاش. تمام كده؟ يبقى عندنا ثلاث يعني انواع من الخصيه. يعني صعب ان حد يكتشف الطبيب يعني. لازم الطبيب يعني طبيب ماهر كمان يكتشف المرض. عندنا ثلاث انواع من الخصيه كده يا استاذ مروه. تمام. اللي هي الموجوده اتكونت يا اما ما اتكونتش خالص يا اما اتكونت في ثلاث درجات. يا مطاطيه ده اخف درجه او مهاجره. تمام. او معلقه. تمام. نجيب اخف نوع. اخف نوع هو المطاطيه اللي هي موجوده اتكونت بس بتطلع وتنزل. طب دي بنسيبها لسن سنه يا استاذه مروه ما نتدخلش فيها غالبا ممكن بالتقل تنزل بالجاذبيه في مكانها الطبيعي. يعني إيه مع الوقت ايه اللي بخليها ما تنزلش؟ يا اما حجمها اقل من الطبيعي فمش قادره تجر تسحب الحبل المروي وتنزل بيه في مكانها الطبيعي. تمام. او في التصاقات حواليها عباره عن دهون او تلزن او في فتق ايربي كيس فتق لازق فيها بيخليها ما تنزلش بسهوله.
تمام، فبنسيبها لسن سنه على سن احنا مطمنين ان هي موجوده وكونت على استنزل. ما نزلتش في الفتره دي غالبا مش هتنزل، لان اعلى فتره الهرمون في في الاولاد في الفتره دي لسن من 3 ل 5 شهور، فغالبا لو عدت 5 شهور مش هتنزل. تمام، فنتدخل فيها ونزلها مكانها. ليه بنتدخل فيها بدري؟ الخصيه لو فضلت فوق مش مكانها الطبيعي بتتلف، درجه التلف انا ما اقدرش احسبها وهي موجوده فوق. تمام، اكتشفوا ان هي بتتلف تلف يعني في وظائف خاصه بيكتشفوها بعد شويه، ودي اثرت تاثير كبير في درجات او عدد عدم المنجبين في الخلف الانجاب. تمام، اثرت جدا في عمليه الانجاب بعد الطفل ما يبلغ ويبقى في مرحله الانجاب. دي الخصيه المطاطيه. طب الخصيه المهاجره احنا بنفحصها فحص اكلينيكي زي ما قلت حضرتك، وبعد كده لو مش قادرين نحسها احنا بنعمل فحوصات معينه من اشعه تلفزيونيه او رنين مغناطيسي نوجد مكانها وننزلها في مكانها الطبيعي، نعمل لها مجرى تاني وننزلها في مكانها الطبيعي برضه في اسرع وقت ممكن. تمام، لان ده اصعب من المطاطيه. تمام، دي مش موجوده ومش محصول مكانها الطبيعي. الخصيه المعلقه بقت فيه لا في المجرى في القناه الارهابيه ولا هي جوه البطن يا استاذ مروه. لو في القناه الارهابيه ومحسوسه محتاجش فحوصات كتيره، وبننزلها بعمليه لغايه مكان اقرب مكان للمكان الطبيعي، وساعتها بنشوف حجمها، هل حجمها معقول ولا حجمها اقل من الطبيعي، ابدا اديلها منشط ايه يزودها الطاقه بتاعتها زود الدمويه بتاعتها. طب مش موجوده في القناه الارهابيه، موجوده جوه البطن. كنا الاول بنعمل استكشاف نفتح البطن وندور عليها موجوده والنقل المنوي موجود ولا لا ونبدا ننزلها. تمام، دلوقتي الحمد لله فتحت منظار بسيطه خالص، وممكن في نفس العمليه نتاكد من وجودها والطول بتاعها ونبدا ننزلها في المكان الطبيعي اللي قلت لحضرتك عليه اللي هو اقرب مكان تشتغل فيه. تمام، خطورتها ايه بقى الخصيه المعلقه زي مروه؟ الخطوره الاولانيه ان هي ممكن تتلف لان مش مكانها الطبيعي. الخطوره الثانيه عشان مش مكانها وحوره الحركه ممكن يحصل لها التواء، فالاوعيه الدمويه اللي بتغذيها تتلف تعمل لها عمليه غرغرينه، وساعات كنا نشوف اطفال يا عيني يجي لهم مشكله. يعني لازم التشخيص يا دكتور يكون بدري، لان ممكن يخش نفقد الخصيه. تمام، ربنا سبحانه وتعالى خلق خصيتين فنستفيد بهم الاثنين على قد ما نقدر، ما نفقدش واحده واحنا في مقتبل العمر لسه ما حصلهاش ما استخدمناش في اي وظيفه ولا استفدنا فيها اي وظيفه. تمام، اتفضل. اتكلمنا عن مشاكل الخصيه المعلقه يا دكتور، عايزين نتكلم عن عيوب مجرى البول وعايزين نتكلم عن افضل الطرق للعلاج. طيب، مجرى البول يا استاذه مروه هو جزء من العضو الذكري. تمام، العضو الذكري مجرى من جزئين، الجزء الاعلى في اسطوانتين الدم والجزء الاسفل هو مجرى البول، ده في الايه في الطريقه الطبيعيه او التكوين الطبيعي. تمام، مجرى البول هو الوصله بين الفتحه الخارجيه للتبول وبين المثانه البوليه. المثانه البوليه يتحوش فيها البول ينزل عن طريق المجرى الى الخارج. طيب احنا بنحكم على مجرى البول سليم ولا مش سليم ازاي؟ بحاجتين، باندفاع البول وطريقه الاندفاع، اندفاع البول وحجم البول الخارج او طريقه الاندفاع، هو الامام ولا هو الاسفل ولا هو الاعلى او على الجنب، يبقى ده فيه عيب موجود في مجرى البول. الطبيعي ان مجرى البول يطلع التبول الامام في منتصف العضو تقريبا، اي مكان تاني غير المكان الطبيعي ده بيسموه عيوب مجرى البول. تمام، درجاتها كتيره جدا، تبدا من اول تحت الفتحه على طول لحد ما توصل تحت الخصيه بين الخصيه وفتحه الشرج، دي بتبقى اصعب الانواع طبعا، لان هي بتبقى قريبه من عنق المثانه ومشكلتها كبيره عشان تعملي وصله تكمل من تحت خالص كده لغايه الفتحه الطبيعيه. التدريج الطبيعي بتاع الدرجات زي ما حضرتك شايفه النقط اللي بتنور دي معانا فيديو يا دكتور هنعلق عليه. الفتحه اللي فوق خالص هي دي الفتحه الطبيعيه، اي فتحه بعد الفتحه الطبيعيه اللي فوق اللي بتنور دي كل ده فتحات غير طبيعيه. ده تدريج، كل ما ننزل لتحت الزمره كل ما درجه الصعوبه تبقى اصعب، لان كل المسافه دي انت عايز تغطيها وتوصلها لغايه مقدمه. تمام، يبقى عندنا مشكلتين في الموضوع ده غالبا، طالما التكوين انت عارف حضرتك زي ما قلت في الاول التكوين كله من مكان واحد، فما بيحصل خلل ما بيبقاش خلل في حته واحده، غالبا في حاجات برضو حصل فيها خلل، اللي هو العضو الذكري نفسه بيكون فيه تقوس، في اعوجاج، حجمه ما نماش كويس، فتحه البول نفسها تكون ضيقه بحيث ان ما تطلعش كميه البول، فتعرض الجسم دايما لالتهابات مسالك بوليه لان البول بتحوش ما بينزلش كله. تمام، في مره الافراغ مره واحده ما يفرغش كله مره واحده. تمام، تحوشه البول دي تعمل التهابات دايما مسالك بوليه كتيره والتهابات صدريه وكده. عشان كده احنا بنتدخل في موضوع مجرى البول لاسباب. اول سبب ان الفتحه دي ضيقه مش الطبيعيه وتكوينها مش طبيعي، فيحصل التهابات مجروزه. قلت لك ادي المنظر بتاع مكانها مش طبيعي، الاندفاع الطبيعي للبول ده اللي غير طبيعي. تمام، اللي تحت ده غير طبيعي، المنظر الطبيعي اللي هو الاندفاع الامامي زي ما حضرتك شايفه. تمام، اي مكان تاني غير كده يبقى غير طبيعي. الحته الثانيه ان ظاهريا المنظر العضو الذكري يبقى مختلف تماما، مش زي المنظر اللي احنا عارفينه، في تقوس بطريقه معينه، الجلد مش مكتمل من تحت والجلد فوق معمول عامل زي عارفه زي الشمسيه كده، فشكله تجميليا شكله مش كويس. فيبقى بندخل فيه عشان وظيفه وعشان التجميل.
تمام. نكمل فتحة البول للأمام ونجمل العضو عشان يبقى شكله طبيعي بعد أسبوعين من العملية، تحس إن هو كان طفل ومعمول عملية ختان بسيطة جدا إن شاء الله. تمام. السن بندخل فيه، بندخل طبعا بدري جدا في الأطفال دي تقريبا على سن 6 شهور، عشان إحنا بنستخدم قسطرة بولية بتساعدنا في عملية الإصلاح. القسطرة دي بتقعد من 2 أسبوع حسب درجة الصعوبة زي ما قلت لحضرتك. فطبعا الطفل كل ما يتعدي سن 6 شهور بقى صعب السيطرة عليه في حتة القسطرة، ممكن تتخلع منه، ممكن هو يشدها لو ألمته، ممكن هو نايم يبدأ يحركها تضر العملية. تمام؟ تمام. فبنخش في سن بدري، العملية بنعملها في سن بدري. تمام. كنا زمان بنعملها أكتر من مرحلة، الحمد لله دلوقتي مع الممارسة والتمرس والمهارة فيها بنعملها بإذن الله على مرحلة واحدة. الخلاف بيبقى في إيه؟ هل هي معاها مشكلة تانية في العضو غير مجرى البول ولا لأ؟ تمام. ونسيت أقول لحضرتك إن مشكلة الأول مجرى البول الرئيسية هي في عدم الإنجاب، لأن القذف ما بيبقاش لأمام. يعني ده من الأسباب الرئيسية. الرئيسية تمام. اللي هي مشكلة بقى زي مروة إن بيجي لنا ناس كبار فعلاً. يعني مرحلة عدوا مرحلة البلوغ عفواً أو في متزوجين وما يعرفوش إن عندهم خلق أو عارفين ومحدش وجههم يعني. ودي مشكله كبيره جدا، بيكتشف ما يجي يحصل ما يحصلش انجاب يلجأ للطبيب يقول له ده انت عندك مشكله من وانت مولود كان المفروض تصلحها، فيبداوا يقول لنا نصلحهم هم في سن كبير جدا يمكن عدوا العشرينات والثلاثينات يعني. تمام يا دكتور. عايزين نتكلم عن التداخل الجنسي ونعرف ايه هي اسبابه وانواعه كمان. طيب التداخل الجنسي احنا قلنا التكوين بيطلع كله من مكان واحد، ده ربنا سبحانه وتعالى يقسم له يبقى ذكر او يقسم لها تبقى ايه بنت، الاثنين كله طالع من مكان واحد، عشان كده كلنا عندنا هرمونات ذكوره وهرمونات انوثه بس بنسب متفاوته، الذكر يبقى اعلى في هرمونات الذكوره واقل في هرمونات الانوثه، والانثى العكس تمام. معانا صور هي دكتور هنشرح عليها. التداخل الجنسي يا الزمرو هو عدم وضوح الرؤيه الخارجيه للجنس. تمام. يعني اي طفل تشوفيه مولود ما تعرفش تقولي ده ولد ولا بنت، ولا بنت. الاعضاء بتبقى متداخله على بعضها. يعني هنا لو بصينا ما اعرفش نقول ده ولد ولا بنت، في كيسين هما مترميين فاضيين تقريبا وبينهم جزء لا انت قادر تميز ده عضو ذكري ولا بذر عندي انثى. الجزء التداخل الجنسي ده من اصعب الحالات اللي ممكن تقابليها في مشاكل العيوب التناسليه. لان هي عندها مشكلتين، مشكله ظاهريه ومشكله تحديد النوع، الطفل ده هتسميه ولد ولا هتسميه بنت. ولو سميتيه ولد وجيت تعملي فحوصات لقيتيه بنت تعملي ايه؟ ولو العكس سميتيه اديت له اسم بنت وطلع ولد بقى بقى مشكله. الصوره هي دكتور تانية مشكله اكبر. تمام. فالمنظر العام زي كده، ده صور متنوعة لمناظر مختلفة وظهور مختلف حالات مختلفة بيجي بها الطفل المولود سواء ولد أو بنت. طب شكله العام مش باين ولد ولا بنت زي ما حضرتك شايفة كده. ده مثلا عنده جزء فوق يشبه العضو الذكري وتحت فتحة تشبه الأنثى. أول ما بنشوفه طب احنا صنفناه أنه ده تداخل جنسي. طيب نبدأ نعرف في أسباب وراثية ولا لأ عندنا. الأسباب الوراثية اللي عندنا بنعمل تحليل هرمونات نشوف الهرمونز ده ماشيه مع ولد ولا مع بنت. طب ماشي في سكه الذكوره نعمل او الانوثه ايا كان، نعمل تحريم كروموسومي الكروموسومات بتاعته ماشيه مع ولد ولا بنت ولا فيها خلل لماشيه ولد ولا بنت. تمام. تمام يبقى كده صنفناها. طب احنا عندنا جزئين في الاعضاء التناسليه، الجزء الخارجي اللي احنا بنشوفه بالعين المجرده ونفحصه، والجزء الداخلي اللي احنا لسه هندور عليه عشان نبدا نحدد الجنس ده كاملا ولا في اختلاط داخلي كمان. هو بره مختلط. طيب انا حددت الكروموسومات ده ولد والهرمونات ده ولد وظاهريا بره يعني في تداخل، ابدا اشخص الاعضاء الداخليه، تبدا من اشعه تلفزيونيه على البطن، ابدا اقول الاعضاء التناسليه الموجوده جوه هل في خصه موجوده ولا لا، والخصه حجمها كبير ولا صغير، وبعد كده اكد الكلام. كنا زمان بنفتح البطن باستكشاف ونبص على الاعضاء الموجوده جوه بالعين المجرده برضو وامسكها بايدي وابدا اشوف ده ايه واخد منها عينات. ليه يا استاذه مروه؟ ان احيانا تبص جوه المنظر العام خصيه. تمام. وماخد عينه منها وابعتها لتحليل الانسجه قال لها مبيض وهي ظاهريا خصيه لانه عشان طالعين من منشا واحد، وساعات قال لها ميكست جزء خصيه وجزء مبيض متداخل مع بعض، الجزء نفسه متداخل مع بعضه. تمام. فعشان اخد القرار فيها الوقت الحمد لله ما عندناش بنفتح البطن، بنعمل منظار خفيف يعني فتحه واحده وناخد نشوف الاعضاء دي وناخد برضو العينات منها بنفس في نفس الوقت ونبعت العينات دي لتحليل الانسجه ونبدا نجمع المعلومات اللي احنا وصلنا لها. الكشف الخارجي قال لنا كذا، الهرمونات قالت لنا كذا، الكروموسومات قالت لنا كذا، بالفحص بالمنظار قال في اعضاء ولا لا، انا فتحت بصيت المنظار لقيت في خصيه ولا مفيش، طب الخصه موجوده والنقل المنوي كامل ولا لا، طب الاورده والشرايين كامله واصله لتحت ولا لا، لا انا بشوف الناحيه الثانيه لقيت في رحم موجود مع الخصتين
فبقت مشكله. لا انا لقيت مبيضين وما فيش رحم، لقيت مبيضين والرحم ضامر بسيط كده، لقيت انا الابيب والمبيض والرحم ضامر، او الرحم كبير جدا وفي خصيتين مش مبيض، ببدا اشكل الداتا بتاعتي احطها على جنب وابدا اقول الحاله دي ماشيه في اتجاه كذا واتجاه كذا ونعمل لها كذا وكذا. صعوبه الموضوع ده درجه عاليه من الصعوبه طبعا، لانه تحديد نوع تحديد نوع بيقف عليه برضو زي ما حضرتك عارفه، غير الشكل الاجتماعي وغير الوظيفه. هي كلامنا برضو يا دكتور نار موجه لكل ام وكل اب طبعا، يعني عايزين برضو حضرتك تدي كل ام واب نصايح عندهم طفل مصاب بتشوهات خلقيه في الاعضاء التناسليه. احنا عندنا مشكله كبيره جدا يا استاذ مروه في الموضوع ده، المشكله اللي هي الفتاوي. صح، احنا عندنا مشكلتين، الجاهل مرفوع عنه القلم، لا يحاسب لانه جاهل، لكن مش مرفوع عنه انه يسال. اللي مش عارف يسال، واللي شاف حاجه هو شايفها شكلها مش العادي بتاعه اللي هو يعرفه يسال عنها، وما يقول له ان ده طبيعي خلاص هو قفل الباب ده واطمن وبدا يبدا حياته والطفل بدا حياته. لكن ما اشوف اي منظر مختلف في الطفل حتى لسه مولود لازم يلجا لحد متخصص ويكون على درايه بالحالات الصعبه والبسيطه اللي زي كده، ويبقى يدله على الطريق الصحيح. ليه؟ لان زي ما قلت حضرتك في الاول، طب لو عنده داخل ده وانا سميته ولد وبعد شويه كبر شويه لقيته بقى الميول مختلفه او لقيت في مشكله، هروح فين؟ تمام. طب المشكله الاكبر في مجتمعنا دلوقتي ان السمنه زادت قوي عند الاطفال، فبقى في مشكله في ظهور العضو الذكري. في عضو ذكري يا استاذه مروه بقى صغير اصلا حجما، طبيعي زي اي حاجه في الجسم ممكن تبقى صغيره، ده ظاهري وفي صغر حقيقي، والاثنين تشخيصهم والتدخل فيهم مختلف خالص. لو حقيقي احنا بنبدا بالمقاييس اللي عارفينها للسن والعمر والجسم، نبدا نقول ده قليل ولا كبير، ونبدا نتعامل معاه بتنشيط هرموني او بعملات معينه. تمام. لو هو ظاهري، الظاهري بقى حاجه من اثنين، يا مولود بيه كده، يا اما العضو مولود داخل قناه مش باين منه الا جزء بسيط بره والباقي كله متكون بس تحت الجلد. تمام. ده بتدخل جراحي نبدا نظهره ونخليه في وضعه الطبيعي وشكله الطبيعي، لان بتعمل مشكله كبيره جدا وهو الطفل صغير، وبعد ما يكبر ومشاكل حتى زوجيه بعد ما الراجل ده يتجوز يبقى راجل ويتجوز. تمام. جالنا سؤال يا دكتور على صفحتنا، عايزين نعرف ايه مشاكل الختان يا دكتور او عيوب الختان. طبعا ختان البنات خلاص احنا قفلنا بابه من زمان. تمام. نتكلم بس هو جالنا سؤال فعايزين حضرتك ترد عليه. ختان الولاد احنا طبعا ده سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام، سيدنا ابراهيم اختتن عنده 80 سنه والنبي صلى الله عليه وسلم اختتن في الكعبه. الختان عندنا سؤالين فيه يا استاذه مروه. اوكي. نختتن عند سن كام؟ وايه الموانع بتاعت الختان؟ وايه مشاكله مثلا يعني؟ مفيش سن معين للختان نعمل ختان فيه. تمام. بس يفضل يكون في الايام الاولى من الولاده. ليه من الايام الاولى من الولاده؟ اولا بيكون الطفل واخد من الام معاملات التجلط السليمه اللي تقدر تخليه يتفادى عمليه جراحيه بسيطه والتجلط بتاعه يبقى سليم. الحته الثانيه ان الالم عنده بيبقى لسه ما نماش بدرجه كبيره تاثر عليه ما يتالمش، لان هو بيبقى عنده عدم قدره على تحديد الالم جاي منين، هل الالم ده جاي من مكان الطهاره مكان الختان ولا مقصى ولا عايز يعمل حمام مش قادر يحدد، فالالم بيبقى بتوزع في الاماكن دي كلها فيبقى اقل حده كده. طبعا احنا في فتره في اي موضوع ختان بنستخدم بنج موضعي غالبا في السن الصغير، ايا كان رش او بنج بالمخدر موضعي، وعدنا ما بنعملش بالطرق العاديه اللي هي بمشرط عشان برضو ما يبقاش فيه دم نازل، ما يبقاش فيه اي ناس حتى ولو نقطه واحده. الحته الثانيه احنا من فترات طويله الحمد لله بان الالات كلها بتبقى معقمه عشان ما يقلش اي عدوى لاي طفل ايا كان. تمام. بنعمل بحاجه زي البايبولر ان هي تقطع وتكوي في نفس الوقت. لو اطفال في بدري خالص ما محتاجش حتى نحط حته شاشه عليهم. ومحتاجش نخيطهم في السن العادي. الالم اقل بكتير جدا في الكبر. الاهم اللي هو ممكن يعمل مشكله اللي كنت بقول لحضرتك عليها من شويه، ان ممكن الختان بطريقه معينه يحصل ان العضو يدفن جوه الجلد. تمام. فما يبانش او ياخد جزء كبير منه فيعرضه يبقى حجمه مش كبير، وطبعا لا قدر الله ان يحصل فيه مشكله ان حد مش متخصص يقطع جزء من العضو ولا حاجه تبقى مشكله كبيره جدا. تمام. دكتور عايزين نتكلم عن طرق التشخيص وكمان نتكلم عن افضل الطرق للعلاج. العيوب التناسليه زي ما قلت لحضرتك مهمه جدا. تمام. واساسيه جدا للانسان ذكر ولا انثى عشان ده اساس بقاء النوع. فالتشخيص بيبدا من اول ان الطفل يجي للطبيب المختص يبص عليه ويشخصه ويبدا ياخد الخطوات حسب كل حاله يبدا ازاي. تمام. بعد الفحص
الكلينيك العادي في العياده او في المستشفى او في المكان اللي الطفل بيروح له، نبدا ناخد من اول اشعه تلفزيونيه البسيطه التداخليه البسيطه لغايه اشعه الرنين المغناطيسي لحد ما نعمل منظار استكشافي على البطن، ونعمل لغايه ما ناخد مسحه من الجلد ونبعتها لعلم الانسجه عشان نحدد مستقبلات الهرمونات موجوده ولا لا، لتحليل الكروموسوم زي ما قلت لحضرتك. كل ده تدريج، كل حاله بيبقى لها تدريج معين في التشخيص وطرق العلاج. مفيش حاجه بتشابه الثانيه الا اذا كانوا نفس الحاله، نفس الشكل ونفس الحاله ونفس النوع. تمام. دكتور، التداخل الجنسي بيكون وراثي؟ كل حاجه فيها وراثي يا استاذ مروه. التداخل الجنسي بالذات بيبقى فيها عامل وراثه كبير، غالبا هتلاقي كل اللي جاي الطفل اللي جاي الاب والام قرايب درجه اولى. غالبا قرايب درجه اولى. فهم مش بيبقوش واخدين بالهم من الموضوع ده، عايز يقول لك انا عندي اربع اولاد ما عنديش مشكله فيهم. هو ما طبعا من نعمه ربنا ان العيب مش هيجي في كل الاولاد، تبقى مشكله كبيره يعني. نسبه العيوب الخلقيه اصلا في الكون كله 6-7%. نسبه الشواذ الخلقيه في كل الاعضاء مجملها من 6-7%. يعني كل 100 طفل ولد ولا بنت عنده ممكن لا قدر الله يجي تشوه من 6-7%. فالنسبه مش يعني مش قليله ومش مش مش توصلش مثلا يعني وارده ان هي تكون وراثيه. دي في حاله معينه ما يكون السبب ثابت. اوكي. ايوه العيب ممكن يجي ثابت يعني. أوكي. انا شفت مره اسره بينجبوا اطفال نفس العيب. اوكي. نفس العيب. دي افضل حاجه نختم بيها النهارده فقرتنا. بشكر ضيف اللي كان منورنا النهارده الاستاذ الدكتور عبد العزيز يحيى، استاذ جراحات الاطفال واصلاح العيوب الخلقيه وايضا التشوهات بطب الازهر، وزميل كليه الجراحين الملكيه بلندن، وعضو جمعيه جراحي المناظير الاوروبيه، وعضو ايضا الجمعيه المصريه الافريقيه لجراحه الاطفال. بشكر حضرتك مره ثانيه يا دكتور. وبكده تكون خلصت فقرتنا. استنونا دايما وفقرات متجدده وتخصصات مختلفه مع طبيب الحياه. كنت معاكم مروه ميمي، اشوفكم على خير والى اللقاء. We'll be right back.